هل تعرف شيء عن منتخب مصر؟ أعرف أنهم يسمونهم فراعنة، الجميع يعلم هذا، وأعرف أنهم حصلوا على كأس أفريقيا أكثر من مرة. أعرف أن مصر تشارك في بطولات العالم، لا تصل إلى النهائيات، وأعرف بعض اللاعبين من ضمنهم صلاح؟ نعم، صلاح نجم كبير الآن. المباراة التي ستقام هنا بين مصر والسعودية ربما ستكون غير ممتعة بالنسبة لكم، لكنها ستكون مهمة ما يتعلق بنتيجتها، لأننا في نفس المجموعة معكم مع روسيا. نعم بالطبع، بالنسبة للمشجع الروسي سيواجه اختيار، سيشجع من في تلك المباراة؟ نعم، من الأفضل تكون نتيجة المباراة غير مؤثرة على منتخب روسيا، حينئذ من السهل تحديد من نشجع، فهناك من يحب صلاح بشدة، وأيضا هناك من يحب لاعبون آخرون الذين يلعبون أيضا في أوروبا، هناك من يشجع الأندية الذي يلعب لها اللاعبون المصريون، ولكن افرض وضعتنا الظروف لتشجيع السعودية، مع أني كنت أتمنى تشجيع مصر. افرض أننا من مصلحتنا أن مصر تخسر، كارثة في هذه الحالة، أنا شخصيا لا أتمنى ذلك، أتمنى أن الظروف تخدمني لتشجيع مصر في المجموعة. حسنا.